هذا الشباب يشتغل بتكفير وتبديع وهم مبتدئين في طلب العلم. وبعضهم يزعمون إمام الألباني مرجي. فما نصيحتكم نصيحتك لهم؟ نصيحه التوبه عليهم التوبه الى الله عز وجل وعليهم البعد عن هذا المنهج الوخيم هذا الطريق السيء المظلم الذي يؤدي بهم في النهايه الى الابتداع والخروج من دائره السنه. نعم. التكفير شانه من علم الكبار والألباني كما قال الشيخ محمد بن عثيمين رضي الله عنه الذي يتهم الألباني بالأنبياء فإنه إما لا يعرف الألباني أو لا يعرف الأنبياء. الألباني علم على جبل. نعم. والألباني أفضى إلى رحمة الله والألباني خلق تراثا عظيما في العقيدة السنة والعبادة والمنهاج. نعم. وأحذرهم من قول الله عز وجل في الحديث القدسي من عادني وليا فقد آذنته بالحرب. وقد تكلم في الألباني رجال في العالم الإسلامي فسقطوا من عين الله وأسقطهم الله من عيون الناس. فعلى هؤلاء التوبة والبعد عن هذا المنهاج الخطير الوخيم. نعم. جزاك الله خير يا شيخ.